أمر الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام. قال تعالى: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. الله سبحانه وتعالى خلق الملائكة من نور، وخلق آدم من طين، وخلق الجن من نار. لا يشك مسلم أن إبليس من الجن وليس من الملائكة. ويقول الحسن البصري: لم يكن إبليس طرفة عين من الملائكة، وأمر بالسجود في نص القرآن، قال: إذ أمرتك. إذن أمر إبليس بالسجود لآدم عليه الصلاة والسلام، وقلنا هنا السجود عبادة لله سبحانه وتعالى. الآن مثلا نحن نطوف حول الكعبة ونستقبل الكعبة في الصلاة، هل نحن نعبد الأحجار؟ لا. الذي يقبل الحجر الأسود ويعتقد أنه حجر لا يضر وينفع، هو يعبد الله سبحانه وتعالى ويعتقد أن هذا حجر. طاف حوله النبي صلى الله عليه وسلم، نطوف كما طاف النبي عليه الصلاة والسلام. إذن نحن في هذا نعبد الله سبحانه وتعالى. فعندما سجد الملائكة عليهم السلام لآدم، السجود هنا كان عبادة لله، وكالتحية أو السلام لآدم عليه الصلاة والسلام. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. لا يقول مسلم أن أي عبادة يمكن أن تصرف لغير الله سبحانه وتعالى. العبادة حق لله سبحانه وتعالى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذا ما يمكن يعبد غير الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن يخطر على بال مسلم أن شيئا من العبادة يمكن أن تصرف لغير الله. نعم. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ إذن هذا نص صريح في أن الله سبحانه وتعالى كما أمر الملائكة عليهم السلام أمر إبليس بالسجود. نعم. قال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. كذب والله، كذب في هذا الادعاء، وهذا قياس يسميه العلماء قياس فاسد. الطين أفضل من النار. النار، يقول ابن سعد رحمه الله، هذا قياس فاسد. وكيف يقول هذا الكلام؟ حتى ولو كان النار أفضل من الطين، إذا أمر الأصل أن يمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى، كيف والطين أفضل من النار؟ النار مادة الطيش، والطين تطفأ النار بالطين. والله سبحانه وتعالى قدر أن الملائكة تخلق من نور لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، خلقوا لطاعة الله سبحانه وتعالى. خلق الله سبحانه وتعالى آدم عليه الصلاة والسلام من تراب حتى يعمر الأرض من الأرض. وكان بني آدم على منهم السهل ومنهم الصعب والحزن والطيب والخبيث وكذا، على ما الأرض عليه. وكانت الشياطين نسأل العافية والسلامة من نار. نعم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طيناً.